بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 99 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة، وباعثها مستمع يقول: السائل أخوكم في الله عبد الرحمن عبد الله. الأخ عبد الرحمن يسأل ويقول: أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن وضع الألعاب التي في منزلي لابنتي الصغيرة، وبعضها يكون على شكل دبا وفيلة وغير ذلك من أشكال لعب الأطفال، هل تجوز هذه وهل فيها محذور أم أنها جائزة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اتخاذ الألعاب للأولاد تسلون بها أمر جائز ما لم تكن هذه الألعاب على صفة محرمة، وذلك كالصور التي ذكرها السائل، صور الفيلة والحيوانات وذوات الأرواح مجسمة أو غير مجسمة، فإنها لا تجوز بعموم النهي عن اتخاذ الصور وجعلها في البيوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبالإمكان تأمين الألعاب للأولاد من غير الصور، من سيارات أو أشكال غير ذوات أرواح وأراجيح وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: أرجو التكرم بتوضيح بعض الأعمال التي تقوي الإيمان في النفس، والله يحفظكم. الأعمال التي تقوي الإيمان في القلب كثيرة، أعظمها تلاوة القرآن العظيم وتدبره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتلاوة القرآن وتدبره أعظم ما يلين القلوب ويجلب الخشية ويبعث على الطمأنينة والراحة. وكذلك مما يلين القلوب مجالسة الصالحين وحضور مجالس العلم والذكر والاستماع إلى المواعظ، إن هذا مما يلين القلوب ويبعث على خشية الله سبحانه وتعالى. والمحافظة على الصلاة، على الصلوات الخمس، حضور القلب فيها أعظم ما يلين القلوب ويجلب الخشوع. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة لا تتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صلوات الخمس والمحافظة عليها وإحضار القلب فيها يلين القلوب ويبعث على حب الخير وعلى الابتعاد عن الشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ودواعي الخشوع كثيرة، كذلك الأكل، إطابة المطعم، الأكل مما أحل الله، إطابة المطعم، هذا من أعظم ما يكسب الخشية لله عز وجل. وعلى العكس
من ذلك، فإن أكل الحرام وأكل الخبائث يقسي القلب ويبعد عن الله سبحانه وتعالى ويمنع إجابة الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين صاد، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 15 سنة، أريد أن أخرج لصلاة الفجر، ولكن أهلي لا يريدونني ويخافون علي لأن المسجد بعيد عن بيتنا، وأصلي بقية الصلوات في المسجد، هل صلاتي في البيت صحيحة بالرغم من أنني أسمع الأذان؟ بماذا تنصحونني وتنصحون أهلي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك خوف محقق يحول بينك وبين المسجد فإنك معذور في صلاتك في البيت في آخر الليل، أما إذا كان ليس هناك خوف محقق، وهذا هو الواقع إن شاء الله في بلاد المسلمين لا سيما هذه البلاد الآمنة ولله الحمد، والناس أيضا يمشون إلى المسائل المسجد، والغالب أنها لا تخلو الطرقات من مسلمين يذهبون إلى المسجد، فإذا كنت في حارة من الحارات فيها أناس يذهبون إلى المسجد فالطريق آمن بإذن الله. أما إذا كان هناك خوف محقق كأن تكون في بلد غير آمن ويخاف عليك من أشياء حقيقية فأنت معذور في صلاتك في البيت هذه الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في حديث رواه أبو داود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك السبابة من بداية التشهد أو كيف توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا. الأدلة في هذا مختلفة، والعلماء أيضا مختلفون في هذه المسألة، وهي مسألة رفع الأصبع السبابة في التشهد وتحريكها، وإن كان جمهورهم وأكثرهم متفقين على رفع الأصبع في التشهد، ولم يخالف في هذا إلا عدد قليل من أهل العلم، فرفعها سنة وهو إشارة إلى التوحيد. وأما التحريك فمن العلماء من يرى أنه يحركها في كل الجلوس، ومنهم من يرى أنه لا يحركها وإنما يرفعها بدون تحريك، ومنهم من يرى أنه يحركها عند مرور لفظ الجلالة في تشهده وفي دعائه، وهذا أعدل الأقوال إن شاء الله، أنه يشير بالسبابة ويرفعها ولكن لا يحركها إلا عند مرور لفظ الجلالة في تشهده أو في دعائه إشارة إلى التوحيد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف، تقول: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها وقت معين أم أن وقتها يستمر حتى المغرب؟ وفقكم الله وسدد خطاكم. قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مستحبة لما ورد في فضلها في هذا اليوم، في فضل قراءتها في هذا اليوم، قد جاء في الحديث أن من قرأها في يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بين الجمعتين، وإن كان في الحديث مقال ولكن الاستدلال به على الفضائل الأعمال أمر سائغ عند كثير من أهل العلم. يستحب قراءتها في هذا اليوم، وليس هناك وقت محدد، بل تقرأ في سائر اليوم، في أوله أو في وسطه أو في آخره، فمن قرأها حصل على الثواب بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما إذا قرأها المسلم ليلة الجمعة شيخ صالح، هل يكون أصاب هذه الدعوة؟ الحديث إنما ورد في يوم الجمعة، فتقرأ في اليوم، في النهار. في النهار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تضع العباءة على كتفيها عند الصلاة أم يجب وضعها على الرأس علما بأنه لا يوجد رجال أجانب عندها؟ الأمر في هذا واسع، إن وضعتها على كتفيها أو وضعتها على رأسها فكل ذلك إن شاء الله جائز، المهم أنها تستر نفسها ولا يظهر شيء من بدنها وأعضائها في الصلاة ما عدا الوجه، فإن الوجه لا بأس بكشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، وإن كان عندها رجال
الرجال غير محارم فإنها يجب أن تغطي وجهها لأنه عورة، عورة في النظر لا عورة في الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول لي أخت من والدي ولها أولاد ذكور، هل هؤلاء الأولاد محارم لوالدتي أم أنهم أجانب عنها؟ نعم. لي أخت من والدي ولها أولاد ذكور، فهل هؤلاء الأولاد محارم لوالدتي أم أنهم أجانب عليها؟ تعني أن لها إخوة من غير أمها؟ لها أخت من والدها من غير أمها، نعم، ولهذه الأخت أولاد ذكور، وحينئذ تسأل هل هم أجانب عن والدتها أم أنهم من المحارم؟ نعم، هؤلاء محارم لأمها لأنها زوجة جدهم، لأنها زوجة جدهم من أمهم، فهي داخلة في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فالأب يشمل الأب والجد من قبل الأب أو من قبل الأم، كلهم يسمون آباء، وزوجاتهم حرام على أولادهم وعلى حرام على أبنائهم وعلى أحفادهم وعلى أولاد بناتهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كذلك أسألكم بالنسبة لأولاد أخي من الأب، هل هم محارم لوالدتي أيضا؟ نعم، لأن أباك يكون جدهم وزوجته تكون محرمة على أحفاده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قرأت حديثا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يرشده فيه إلى ذلكم الدعاء حتى يحفظ القرآن الكريم، هل ذلكم الحديث صحيح؟ ليس هذا الحديث صحيح، حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا رضي الله عنه دعاء يعينه على حفظ القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ولله الحمد ميسر لمن اهتم بحفظه، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالمدار على الاهتمام والنية الصالحة وأن يدعو الله عز وجل أن يعينه على حفظ القرآن وعلى غيره، لكن الدعاء المعين يحتاج إلى دليل، وأما الدعاء العام فإنه مشروع في حفظ القرآن وفي غيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمزين اسمه بالحروف ميم ألف حا يسأل ويقول ما حكم شراء السيارات ثم بيعها بغرض الحصول على ثمنها نقدا ثم تقسيط ثمنها بعد خصم شيء من الثمن، علما بأن هذا يحدث كثيرا مع أشياء أخرى تستخدم كالمكيفات وأشباهها، جزاكم الله خيرا. كأن السائل يسأل عن مسألة التورق التي يسميها الفقهاء مسألة التورق، وهو أن يأتي المحتاج إلى نقود فيشتري سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها حالا ويرتفق بثمنها، هذه مسألة التورق وتسمى عند العامة مسألة الدينة أو الغائبة، وفيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على جوازها من أجل الحاجة والضرورة، لكن بشرط أن لا يشتريها الدائن وإنما تباع على غيره ممن ليس له مواطأة ولا علاقة بالعقد الأول، كأن يبيعها في السوق، أما إذا اشتراها الدائن وهو بائعها مؤجلا فإن هذه هي مسألة العينة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، لأنها حيلة إلى الربا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في حالة استبدال الذهب الوزن قد يكون واحدا وقد يختلف، وإذا بعت واشتريت من شخص آخر قد يكون الفرق كبيرا ويسمون الفرق في السعر مصنعية، ما حكم الفرق في السعر ومصالح الناس، جزاكم الله خيرا؟ إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين، أولا التساوي في الوزن دون نظر إلى جودة هذا أو عدم جودته أو كون هذا مصنعا وهذا غير مصنع، فلا بد من التساوي في الوزن والمقدار، فإن تفاضل فإن هذا هو الربا الصريح، قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن. الشيء الثاني التقابض في المجلس، فإن تفرق من دون تقابض للكل أو للبعض فإن هذا ربا نسيئة، بقوله صلى الله عليه وسلم هاء وهاء، الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء وهاء يدا بيد، ومعنى ذلك تقابض في المجلس، فإن تفرق ولم يتقابض أو لم يقبض أحدهما ماله من الذهب فإن هذا ربا نسيئة. وأما مسألة المصنعية أو مسألة الجودة فهذه الأمور لا دخل لها ولا يجوز التفاضل من أجلها. فإذا أردت، إذا كان عندك ذهب غير مرغوب فيه وتريد ذهبا أحسن منه، فإنك تبيع الذهب الذي عندك بنقود أو غيرها
من غير جنسه وتشتري بالقيمة ما تشاء من الذهب الذي ترغب فيه وهو أرقى من الذهب الذي معه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتمر الجيد من خيبر قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا، يعني من الجيد، بالصاعين والثلاثة، يعني من الردي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، عين الربا. وكرر صلى الله عليه وسلم ذلك مستنكرا في هذا العمل. ثم قال: بع الجمع بالدراهم، والتمر الردي، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا، والجنيب هو التمر الجيد. فدل على أن من كان عنده ذهب يرغب عنه لكونه ليس من الدرجة الجيدة ويريد ذهبا أحسن منه، فإنه يبيع الذهب بالدراهم ويشتري بالدراهم من الذهب الجيد. هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا العصر، هل هو واجب أم مستحب؟ جزاكم الله خيرا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كل عصر، ولا سيما إذا كثرت المنكرات، فإنه يتأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب على من له سلطة وقدرة أن يغير المنكر بيده، كولاة الأمور ونوابهم، وكذلك أولياء أمور البيوت، فإن لهم سلطة على من في بيوتهم فيغيرون المنكر باليد. وأما إذا لم يكن له سلطة فإنه ينكر المنكر بلسانه بأن يبين وينصح ويعظ ويذكر ويرفع الأمر إلى ولاة الأمور ويبلغ عن هذا المنكر، ولا يسكت وعنده القدرة على أن يتكلم في إنكار المنكر. الحالة الثالثة: إذا لم يستطع الإنكار بلسانه فإنه يكون مبغضا للمنكر بقلبه ومنكرا له بقلبه، ويبتعد عنه وعن أهله، وهذا أضعف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا بد من إنكار المنكر، ولكنه بحسب الاستطاعة والمقدرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو توضيح نظام الكفالة في الإسلام وفقكم الله لكل خير. الكفالة في الإسلام هي الكفالة بالبدن، كأن يكون شخص عليه دين، أو مطالب بخصومة عند القاضي، فتتكفل إحضاره عند الطلب من أجل أن يطلق من السجن أو من التوقيف ليذهب لمصالحه، وتتكفل بإحضاره عند الطلب عندما يطلبه خصمه أو يطلبه القاضي، تتكفل بإحضاره. هذه هي الكفالة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.